تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مثيرة للجدل، وهذا بعد حملة تفتيش قام بها مدير مدرسة ابتدائية لتلاميذ المدرسة يعثر على صور لنوع من المخدرات في جيب أحد التلاميذ، يقوم فيها تلاميذ لم يتعدى سن أكبرهم 11 سنة بتمثيل دور عملية البيع بين التاجر والمتعاطي، أو يحدث هذا في غياب تام لدور الوالدين في متابعة أبنائهم. وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الحادثة، أين أكد البعض على المراقبة الصارمة للتلاميذ من طرف أوليائهم.